بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم جميعا في الاحتفال النهاردة في Scientific Day of Interstitial Lung Disease. إن شاء الله نبدأ الفعاليات بتاعت اليوم مع أساتذتنا الأستاذ الدكتور أحمد يونس والأستاذ الدكتور سيد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا الحمد لله يعني نشكر القائمين على العمل ده، وإن شاء الله يكون عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. وأنا شايف يعني ما شاء الله التنظيم يعني شكله كويس يعني، والمنصة خلاص فوق 60 يعني كلها فوق 60 ويبدو ان برضو الانترستيشيال لانج ديزيز جعل المفرش من هنا، حطوا لنا الالفيولاي من هنا واضحه يعني، فشكلها انترستيشيال النهارده. فهي مشاركه كلها ان شاء الله قيمه. ونبدا بالاستاذ الدكتور مجدي يدينا فكره، ولا استاذ الدكتور الاستاذ الدكتور ناصف عبد السلام، ابروتش اوف دايجنوزيس ان انترستيشيال لانج ديزيز. الدكتور ناصف يعني ارى ان هو ان شاء الله يعني بيذكرني بالدكتور الله يرحمه الدكتور زكي شعير والحلقه الظريفه دي يعني، لكن في العلم ان شاء الله. وبرضه وهو مدير رئيس وحدة الانترستيشيال لانج ديزيز في الأمراض الصدرية. اتفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع أمياءه. احنا بنرحب بالسادة الحضور. الانترستيشيال مشكلة كبيرة يعني أكثر من 150 نوع وموجود، بيختلف في التريتمنت وبيختلف وبيختلفوا من الكروس. لما كان يجي العيان من فترة وعنده انترستيشن خلاص بنقول الله يرحمه وهو ماشي في السكة. طبعا كنا بنشوف حالات ممكن تكون غيارة تماما، بس بسبب يعني مش عايزين نقول نقص حاجة، لا كان لسه حتى الآن في دواء في كل العالم في انترستيشن. خبرة العالم الحمد لله رب العالمين، مع التطور العلمي بدأت الدنيا تتظبط أوي. أنا في المحاضرة هنا هنحاول نقول أبروتش إن دايجنوزيس أوف انترستيشيال لانج ديزيز. إحنا بنفرش من كل اللي هيتكلم بعد كده، طبعا الكلام مش هيبقى مكرر، ولكن كل يعني تقريبا إحنا هنتكلم في كل المواضيع في الأبروتش. يعني إيه دي نيوز كلينيكال لانج ديزيز؟ ده طبعا بيدرجنس جروب اوف ديزيز كلاسيفايد تو ليفر بيكوز راديولوجيك جينيريكال فيسيولوجيك اند باثولوجيك مانيفستيشن بيتشابكوا مع بعض في كل ده ولذلك احنا سميناهم نيوز كلينيكال لانج ديزيز. كلمة انترستيشيال كانت مسكينة شوية، ولكن هم اختاروها عشان بداية الانفلاميشن أو بداية البروجريشن اللي يبدأ من الانترستيشن. بنقسم الانترستيشن تقسيمة تانية، وهو إن في أنواع من الانترستيشن أوف نون كوز وفي أنواع أديوباسيك. طبعاً بالنسبة للنون كوز الكونديشنال انفيرومنتال انترستيشن اللي هي الأوبيكانيك عند الأوبيكانيك ودراج انديوس انترستيشن وجراديشن انديوس لانج ديزيز. في فرايتي اوف انفكشن ممكن تجينا بنفس المنظر بتاع الانترستيشن، طبعا احنا شفناها في الكوفيد وده كانت كبيره، وكمان الفاينل انفكشن اند نيوموسيسجينوفيسي نمونيا. الانواع اللي الى حد ما معروفه في الكوز الانتيوباتيك سوري هو سابلوزيس الكريبتوجينيك اورجانيزم نمونيا اند انتيوباتيك انترستيشن. طبعا انت بعد كده بتستشعر المونيا بتتقسم بعد كده اي بي اف دي اي بي ار دي اي دي اكيوت
انفستيشن نمونيا اند اكيوت انفستيشن اند اورجانيزم نمونيا واخيرا مرض السكر انفستيشن. ده الاعلام بيبين لنا الكازيما المنقوص الديوباتيك انفستيشن جرانولوماتس اند اذر زي البي ال اس الشامله. اي برزنتيشن العيان انفستيشن بيجي دائما symptom of shortness of breathing and dry cough. طبعا في عندنا التشلان ديزيز سكند تو كولاجين فاسكولار ديزيز، ومع ذلك احنا لازم ناخد اسم كويس على اساس ان احنا يبروف السبب. في كونفليكت بالذات ممكن شخص عيان مانس سيكت التشلان مومي وبعد 5 او 10 سنين يظهر لنا كولاجين، وممكن عيان في سكرين يبقى انا بوستر وما يعتبرش يعني ما يجيش لي كولاجين فاسكولاريز، يعني في نيجاتيف وبعد فتره يبقى كولاجين فاسكولاريز في بوستر وما بيتبلوكش كولاجين فاسكولاريز. لان الفانكشن طبعا امبورتنت وبنشوف في معظم العيانين بستركتر، وإن كان في لاب بستركتر أند كومباين بستركتر أند ستركتر. لما نيجي نتكلم عن الهيستوري ليش أند جندر، بنقول إن في حاجات بتظهر من 20 إلى 40 سنة زي كونكتيف تيشو أسيجين أي بي دي ساركيدوزيس لاب بي ال اس اتش أند إنهيرتد فورم أوف هاي. في عندنا حاجات مهمة زي الفاميليا تستشير برمر في البروسيس البداء بيبقى أوتوزومال دومينانت إيرتس، وفي حاجة زي الشورت بلومير ده برضه أوتوزومال دومينانت، وفي هيرمينسكي فالتاي سيندروم ده أوتوزومال ريسيسيف بيظهر في السن من 20 إلى 40. بالنسبة لكلمة الدوباتيك برمر في البروسيس لان يوجد انترستيشن نمونيا وزاوية تبادير الأبطال فده بتظهر دايما بعد سن 50 سنة. اللام احنا عندنا تو تايب اوف لام سبراتيك لام اند لام زي اس تبرس كلوز اس زي تي سي اس او تبرس كلوز. بيقول بيحصل السبراتيك لام في البرين من جزء الهما وده يبقى 100% تقريبا ما بيجيش خالص في المية، لكن الآن تيومرز كلوزس بيبقى في فيميل وميل. في أذر ديزيز هو برضه ليس برونانس فيميل بريدومينانس، قلنا ده ال ال اي دي و اي دي اوف هيرمس كبارتي سندروم وكونكتيف تيوسيس. ولكن لو عيان روماتويد ارثرايتس وديفولوب انترستيشن لان ديزيز بيبقى موستلي مين. في طبعا عندنا برزنتيشن اكيوت زي اكيوت زيروفيليا او اكيوت زيروفيليا نمونيا اكيوت انترستيشن نمونيا اكيوت فيبرنس اند اورجانيزنج نمونيا كريبتوجينيك اورجانيزنج نمونيا وكونكتيف تيشو ديزيز اسوشيت اي ال اي. ده بيبقى اكيوت او سب اكيوت. الكلام اللي في الاول ده بيبقى اكيوت بعد كده سب اكيوت من اول التشو. في حالات في طبعا تبقى اندولنت برزنتيشن وده زي الاي بي اف ساركودوزس اند نيوموكونيوزس، وفي حاجتين بيبقى فيهم كل البرزنتيشن سواء اندولنت او سواء اندولنت او كرونيك هم الساركودوزس اند هايبرسيفس ديفيدرومات. بوست ميديكال هيستوري ده مهم جدا لان في اسوسيشن زي ما اتفقنا بين ديزيز اند انترشنال ديزيز، وفي نمبر من الميديكيشن طبعا نذاكر هنا الميلدرون، ولكن في مايكروفيرنتون مانسترود الانفلاماتوري ستاتيك كان بريليوس للشوكس. الاسترو فالاريك رايس عن ازمة ده بتحصل في الكورونيك زيروفيلي نمونيا، لو كان بوليغوز عن ازمة ده بيحصل في الزيروفيلي كاربوس عن بولي ارترايتس اللي هي كانت اسمها الميوكوموايز ستيت
سنين الانجاز دي تهديدا مؤهلا للدمار. فمش شرايين مهم. فاحنا القدس بتاع الانتشار والنزيف ده ماشي ست مرتبة. احنا في حاجة كمان بنعملها كتير بس هي مشكلة في الامكانيات ومجالات الجيش باذن الله. اللي هو استلام سيرة فرنسا بالنتيجة في الادفانس والتفتيش والنزيف. سموكينج يسري ودي محاضرة الترعبة تبقى سموكينج ريليتد للتفتيش والنزيف او الـ ALSH. فقومت الانترشنبونية استثمارات البروكاية استثمارات البروكاية استثمارات الإيزيزي ويدوباسي البرمونة في الروس الأكتزي سموكين تبقى بنيوز الأكتبتي في الجود باشر سندروم وفي ديزيز بتدي في النفر أو فورمر سموكين زي سربودوزيز أهل هاي بارتكتب فورمر
طيب طبعا ايه اللي هيعمل الكلام ده؟ ده لو غيروا كتير دين الكلام ممكن يبقى النهارده لو كريست يتحط في مسؤوليتي او احيانا بترستيشا في انواع كتير بيتكلموا ان هو بيدور السكند تو سيستم بروجكشن او سيستم بروجكشن. طبعا هو معظم النهارده بتوع الترستيشا بيكون انتم هترايد اب ولكن في انواع زي سكوبتيشا نيمونيا والارمي وغير الاثنين بس برضه كونكولايتس
انا ماشي شغل كتير قوي، انا اللي كل الكلام ده مكتوب ان ايه وبالفعل بس وسط بقى نكتب. اي عيان شغال ديزيز بيجينا لازم نعمله جرح. بالنسبه للصبح اشوف ده بريدر صعب جدا انت مش شاء الله تزيز ولا موجود ولا مش خاصه.
الاوتوبيس طبعا هتبدا تغير مكانها على الابديو او اللي هو الارض ديورنس سبايك بوزيشن. اذا فوليومتريك سيكونشال ريلاتوج سبايك از ايكوال تو 1.5 مليمتر اند اكسبريشن اند اند اكسبيراتوري. الاند اكسبيراتوري هنا كتبت جدا في الاسسمنت اوف اير تريدنج ده انتيتي اوف اير ويل اكشن اوف اكسترنسك الرجل هيبرايتس وغيره. ولكن ده يعني زي الهيبرايتس برضه ممكن نشوف فيها كده. طبعا لو في لوتس كتير يعني احنا لو احنا باذن الله بنعمل مع زمايلنا بتوع الهيبرولوجي البروتوكول بتاع اللوتس كتير عشان نعمل تدقيق للتكشن في الكنسة لو موجودة بنعملها سكيشيا اللي احنا بنحتاج تليفون سي دي. بس طبعا انا الفرق بتاعي مبقاش في دي دايما اللي هو دايما بقى بنرفوش في صورة سبايوميك العادي وفي صورة سكس بريتوكتس في عمرهم بتوعي ماشي خلاص. لو محتاج لو في لابد تدرويشن او هنا شوية طبعا مخططون وهنا في هنا كده هنتكلم عن الزيدي للترشلان ديزيز. انا هدي بس يعني سريعا بلا ترس متريكا الحيلة بتنوزي الان هو برلانزيزون تريتيك لابوتاسي طبعا كاس السردوز وغزا كان بروبوتاسيز بلور انتري مع بلا ترس تريتيك وعالي كامبي وفي لينيا كاتسفيشن تدعو مع حيال الاسبستوس سنتر لوكلر مديول سمير صب اللور ريجون ده فايدة السنسيفتي وصالبودوزيس وفيل سيكش هاند سيلر كومبلايس الريجل اسيست ده في الفيل سيكش تدعو كلاب استراشن كونتي سعي كامبي اللي بينهم صب اللور طبعا ده في يوعي بي او طيب اف ولكن ممكن لايز جون تكون نورمال وكده في الاكستنسيف بيبقى 8% في البيشن في الاكستنسيف سايكلوزس ممكن لايز جون ترانسلاسبستوزس ممكن تكون نورمال. بريفرنس جون طبعا اشهر حاجه هو كورنيت سيمفيليا كورنيا وممكن تجيني كورن هايزن بتبقى بس 25 بوينتس سيستم البروتوفاسمار سيستيكينج زي ما هو باين ده في السيركوتوزيس الفيرجنس كاسيركوتوزيس وابر زون البريدومينس سيركوتوزيس ال اس اتش وهيبر سيستمايز سانت كرونيك انفكشن سيز سيركوتوزيس بيريدوزيس وهول امينيا نيوكروز لوور زون الديتوباتيك بروتوفاسمار سيستوزيس ال اس بيس وباستي مش هنجيب الفاكتي لان في زمايلنا هي كونسوليشن ولكن كانت حاجة في الكولونيا كريتوجين كولونيز الكولونيا هل كارسيوما اللي هو المينيمالي بديس باك من كارسيوما الليمفوما اللي هو بروتروزيس وان كان الكلاسيك يعني ايه احنا جايبين الارتكال شوي في جزء اللي هو الجيزيبيديوم اللي هو بتاع الباب. ولكن ده ممكن يحصل بالنسبه للديبلا بس يكون في بروز الجدول ده بس الصورة بتوقع يعني ايه سنتر لوكلر يعني الليمفاتيك الليمفاتيك بريدومينانت في الهيمدول او بيزر شيب في الكورتيكوز. الانزيز طبعا اسبابها كتير منها البيل زيش الان الليمفويد بتفتيشن نمونيا بيرتو اوكتو سيندروم اند كرونيك البيت سكان ملهاش دور خالص لان احنا الحاجات دي بتحصل مع ابديت في الليمفانجاز كارسوتوزيس تبقى بحصل ابديت في السارتوزوس اند بيت اس اتش في 30% من الحالات. الاليا 69 لما بتدينا افضل ناس الصيد ولادر الاكريمال مثل جوز عن السليبري تلال فانبا اللي لابس ساين هو الانتي ساين ولا التراكيه الامريكيه. انا
انت رئيس الوحده بقى ما حدش يقول حاجه ممكن تكون طبيعيه وسط الاستريم ده لكن ممكن تكون وسط الاستريم ممكن موبايل وسط الاستريم ده الاستريم بس اسمعي ممكن تكون طبعا قلنا الكلام ده كله ولكن الحاجه اللي بتعملني طبعا انا منكم بالصور بتعملني السو ذيس از نو ريليشن بتوين ذيس السو اند ذيس ايج اوف ذيس اكسبت لو ذيس السو اقل من 5 شكرا للاخ الزميل الدكتور ناصف على المحاضره القيمه. وطبعا كان عايز يقول كل حاجه وتقريبا قال جزء كبير من الراديولوجي كمان. نرحب الدكتور اسامه الشحات نقيب الاطباء والاستاذ الدكتور عادل بدراوي استاذ الاشعه، وطبعا هو ما شاء الله يعني بايونير في هذا الموضوع، وكويس انه جاي قبل محاضره الراديولوجي. دكتور مجدي بس هيقول كلمه، اتفضل اتفضل يا بيه.